اليوم. اتفضل يا فاروق. برحب بيك يا كابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كلنا بنقول يا رب يا رب النهارده المشهد والصوره تكتمل بخير، يا رب الانتصار، يا رب البطوله رقم 12، عشان كل الجماهير وكل جمهوريه مصر العربيه تفرح النهارده بانتصار النادي الاهلي. كابتن ايمن، احنا طبعا موجودين في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، اخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق الترجي التونسي في مباراه الاياب للدور النهائي لدور ابطال افريقيا. زي ما قلنا يا كابتن ايمن، التركيز التفاؤل اللي موجود، تفاؤل بحذر من كل لاعبي النادي الاهلي. على مدار الايام الماضيه النادي الاهلي دخل معسكر لمده 48 ساعه، لاخر 48 ساعه دخل معسكر مغلق، مستر كولر قفل تماما على اللاعبين، الجلسات المحاضرات اللي بيعقدها مستر كولر مع اللاعبين. النهارده احنا طبعا موجودين في مقر الاقامه تشوف المباراه على وجوه اللاعبين. يا كابتن ايمن، حضرتك واحد من يعني كباتن النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي اللي عارف كواليس هذه المباراه وعارف الاجواء، شوف الوجوه اللي في تركيز شديد جدا على وجوه لاعبي النادي الاهلي. نتمنى يا رب التركيز مع التفاؤل اللي احنا لامسينه من اللاعبين. الكل النهارده بيقول يا رب، لعيبه النهارده في يعني اثناء تواجدنا معاهم في الفندق قبل المحاضره اثناء تناول وجبه الغداء، عايز اقول لك ان المستر كولر مش سايب حاجه، ما فيش فرد داخل منظومه النادي الاهلي ساب حاجه للظروف. انت عارف يا كابتن ايمن طبعا ان هذه المباراه بتحسم على تفاصيل بسيطه وجزئيات بسيطه. مستر مارسيل كولر يوميا بيعقد محاضرات مع اللاعبين، فرج اللاعبين على مباراه الترجي المباراه الاولى، فرجهم ايضا على بعض اللقطات او المشاهد من مباراه الترجي مع ماميلودي سان داونز على ملعب ماميلودي سان داونز. لكن التركيز اللي عند اللاعبين ده اللي تقدر تقول عليه السمه الرئيسيه كابتن محمد الشناوي، ودوره المهم جدا، دوره المهم جدا مع لاعبي النادي الاهلي. عقد اكتر من جلسه مع اللاعبين، اتكلم مع اللاعبين في سيناريوهات للمباراه، اللعيبه بتحط سيناريوهات، يعني كل السيناريوهات مطروحه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه. دور الجمهور، المستر كولر دايما بيتكلم على دور الجمهور ومدى يعني ان هم يكونوا اللعيب رقم واحد مع ال 11 لاعب اللي في الملعب. تفاصيل كتير جدا مستر كولر اتكلم فيها مع اللاعبين. طبعا خلال الايام الماضيه الفريق شهد عوده احمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا، اللي خليني باكد لك جاهزيتهم النهارده لهذه المباراه. طبعا النادي الاهلي بيفتقد الى غياب طبعا علي معلول، واحد من اللعيبه المؤثره في النادي الاهلي بيفتقده في هذا اللقاء، ايضا عمرو السوليه وكريستو للاصابه. النهارده موجود كريم نيدفيد على الرغم من خروجه من قائمه المباراه، لكن موجود النهارده بيأدي دوره كواحد من كباتن فريق النادي الاهلي، ويعني الدوافع النفسيه اللي بيخلقها لاعبي النادي الاهلي ودور اوضه اللبس. عايز اقول لك الاجواء اللي النهارده او الاجواء اللي احنا شايفينها خلال ال 48 ساعه مع النادي الاهلي، الامور كلها بطمنك يا كابتن ايمن، بطمن كل جماهير النادي الاهلي، لعبتنا ان شاء الله بكل فرد داخل المنظومه هيفرحوا كل الجمهور، هيفرحوا كل جمهوريه مصر العربيه. النادي الاهلي النهارده بيتحمل عبء كبير جدا، عبء ظهور التنظيم والشكل بالشكل اللي بيليق بالدوله المصريه وبالنادي الاهلي. كابتن الخطيب بيتابع كل التفاصيل، بالامس كان موجود مع اللاعبين في التدريب الاخير، كان موجود ايضا مع اللاعبين خلال التدريبات الماضيه، بيتابع كل التفاصيل، الاجتماعات مع الاتحاد الافريقي علشان الحدث يليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي. يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى اللي ان شاء الله يكون مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله. عايز اقربك ايضا يا كابتن ايمن من معسكر فريق الترجي التونسي اللي ادى تدريبين في القاهره، تدريب على استاد الدفاع الجوي وتدريب بالامس كان على استاد القاهره الدولي. يعني ابرز اللاعبين اللي كان ممكن نقول انه هيغيب للاصابه اللاعب محمد امين بن حميده اللي كان يعني خرج للاصابه في المباراه الاولى، لكن باكد لك جاهزيته، ادى تدريب الامس واول امس. اذا فريق الترجي بنفس التشكيل اللي لعب بالمباراه الاولى داخل المباراة اليوم بدون إجراء أي تعديل أو تبديل. المدير الفني يعني بيتكلم مع اللعيبة في تفاصيل كتير جدا، أيضا المدير الفني لفريق الترجي التونسي، المباراة 50-50، لكن إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة. كابتن أيمن إن شاء الله بإذن الله هنلتقي بعد المباراة مع احتفالية وفرحتنا إن شاء الله بالانتصار والفوز بالبطولة رقم 12 البطولة الإفريقية. من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمن شوقي.